ثلاثة بس يا عيال ازعاج. هدوء هدوء. وقف رقص 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 هدوء هدوء هدوء. واحد اثنين ثلاثة. أيها الإخوة الكرام أعزائي السادة المشاهدين، اليوم يوم تاريخي. نخبة اليوتيوبر العرب من أكبرهم إلى أصغرهم إلى أوسطهم، عمالقة اليوتيوبر العربية، كبابرة الميدل إيست، الإخوة الكرام أعزائي المتابعين، اليوم مو بزي أي يوم عادي. الجزء الثاني من تحدي 30 دقيقة، المقطع الأخير وعدتكم يا أخوان إذا حصلنا دعم راح نسوي جزء ثاني مع اليوتيوبر. رحبوا معنا يا جماعة الخير في أفضل ونخبة يوتيوبر العرب في الميدل إيست. أقول أسماءكم كذا كثير صح؟ عشان كذا ما يحتاج رامي ده. طلع فيس كاماته مع صوت تصفيق كذا، وأنتم يا جماعة كل واحد يسوي حركة بيده، كل واحد يسوي كذا تحيات، امسك راسك صفق اللي تبي. الآن سووا يلا واحد ثلاثة سووا أي شيء. طيب رامي كبر الشاشة، ركز معي زي المشاهد، لو تدري قديش تعبنا نتجمع فأتمنى منك تقدر بضغطك على زر لايك وقنوات شاب تحت تقصرون معهم، وأغلبهم معروفين وما حد يعرف عنهم. ولكن قبل لا ندخل بالعميق يا حبايب القلب، حاب أقدم لكم هدية بسيطة والله إنها قليلة بحقكم. خلوني أوريكم على عجالة، تشوفون المنظر اللي قدامكم هذا؟ منظر طبيعي، ممكن أي واحد بيدخل يحصله، هذا عالم مسوين انفيديا. أبي أوريكم حاجة بالإعدادات. طيب عزيزي المشاهد ركز معي بكل بساطة، أبيك تنزل لي أول شيء تتأكد إنك حاط دايركت 12 بيتا هذه، خلها لي بالنص، بيطلب منك ريستارت إذا أنت ما أنت حاطها للعبة سوى مشكلة، ثم نروح عند ري تريسينج فعلها وخلها أون. هذه خاصية تتبع الأشعة بتخلي اللعبة تتغير بالكامل من ناحية ظل وأنوار، بتشوفون الآن بتفهمون. الشيء الثاني انفيديا ريفلكس تخليها أون، هذه بتساعد من التقليل على الضغط على كرت الشاشة، يعني إذا أنت لاعب بطولات ودائما تواجه مشاكل تقدر تعرف إذا المشكلة من الجهاز حقك ولا من النت، بتريح مرة الناس اللي معرقين وماخذين الوضع جدية واحتراف. وأخيرا عشان ترفع من أداء الجهاز بشكل مرة رهيب، DLSS ترفعها تخليها مثلا كواليتي، تمام؟ بعد ما تضيف الإعدادات هذه وتحطها بجهازك، طبعا كل واحد قوة الجهاز تقدر تخفف تقلل، تضغط أبلاي وتتأكد إنك سويت ريستارت اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، سبرايز. طبعا راح يفرق معاك مره الجرافكس في اللعبه، راح تشوف اشياء وتفاصيل انت اول ما تشوفها. يعني على اقرب مثال، روح عند المرايه تشوف بنت الزومبي قدامك، تفاصيل دقيقه بشكل مش طبيعي يا جماعه. وهذا الماب مسويه انفيديا، راح احط لكم الكود حقه تحت بالوصف. وبالختام هديه بسيطه مقدمه مني ومن انفيديا، جهاز بي سي جيمنج من انفينيتي ارك، تقدرون تستخدمونه وتجربون عليه الاعدادات، راح اخليه جيف اوي، الرابط بيكون بالوصف، بغرد تغريده بتويتر. كل اللي عليك تروح الان بالوصف تشارك بالتغريده، شروط جدا بسيطه، وباذن الله يومين ثلاثه واقول لكم الفايز مين. الله يسعدكم يا جماعه على الدعم الخرافي، ما ابي اطول اكثر من كذا، ابترككم مع الصداع اللي بتشوفونه بعد شوي. انا اكلمكم عن المستقبل الان، اللي بيصير بعد شوي جهز مسليات ومفرحاتك عليه. صلوا على محمد، تنسى اللايك والاشتراك، مشاهده ممتعه. طيب يا جماعة، يوتيوبر على عيني وراسي، لكن من اللحظة اللي أقول لكم فيها بدينا، من اللحظة اللي أقول لكم فيها انطلقوا، أنا ما أعرف أي أحد، أنا هنا حكم. أبعطيكم القوانين، اللي عنده سؤال نطوا يسأل. في ثلاث قوانين بسيطة جدا. أول شيء نزل جوال أبو عابد، الله يقطع بليس كذب. شو عطار دقيقة شو؟ حلال والله ما أعرف. يا أحمد ربطهم ربطهم. أبو عابد انقز انقز أبو عابد انقز انقز. يا سلام بس. القانون رقم واحد أعزائي السادة الحضور، ممنوع منع باتا تاخذ شيء جاهز تحطها تقول رسبتها، ممتاز؟ حلو. القانون رقم اثنين، ممنوع منعا باتا تكتب كتابة وتقول جيب لي اياها. والقانون الاخير والبسيط، لا تسرق من اي شخص. بنقسمكم اتيام، كل تيم بتشوفونه اعزائي المشاهدين الان، وبعدها راح نبدا. احد عنده سؤال؟ تشتري لي اللي ارسمه؟ اي يصير خير ان شاء الله. في اللحظة يا جماعة اللي اقول لكم فيها نبدا، في اللحظة اللي اطير انا فيها بالجوال كلكم انطلقوا، تمام؟ ابو فلة ابو فيروز روحوا يمين، شوبر وابو عابد روحوا برضو يمين، تمام؟ زيد ومثك النص، ام الارض وخشب يسار، اخر ثلاثة يسار. طيب يا جماعة الخير، اول ما اطير تبدون تتحركون. واحد اثنين ثلاثة ابدوا. طار طار يلا يلا Let's go let's go. اسمع لا أدم إنه هذا خلنا نرسم أنت بي سي حلو، نقول إنه أنت بي سي وأنا ما أدري يا عمي يا ما أدري في طار يلا نشوف طار خلاص يسار هنا صح يسار آخر شيء صح ولا هنا وين أنت خلاص إحنا صرنا فوق امتحاننا يا عيال وين أنت أصلا
طيب وش نبني ترى ما نص ساعه بس فوش وش تبي نبني طياره ايوه وين حقنا وين حقنا لا احنا بالنص وين النص هنا بالنص نفس المكان اللي كنا ما ادري اي مكان فاضي خذ هنا أنا عادي كويس اوكي ترى اعرف اسوي طياره طيب احس سهل بالبنايه العاديه بعد ما ادري طياره احس والله صعبه كيف تجيب الزاويه حقت الاجنحه وما ادري ايش وينك انت هذا جنبك ها ايوه يلا يلا بسم الله بسم الله اول شيء نصبر ضبط الارضيه خلينا نضبط الارضيه احنا عندنا يلا 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 طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الاتيام زي ما هي ظاهره امامكم عندنا طرباخ واحمد شو وايضا ابو عمر التيم الاول ايم الارض اللي هو راكان وخشب تيم رقم اثنين واضح انهم ضايعين تيم رقم ثلاثه واللي يخوفون زيد ومثك واضح واحس ان هذول الاثنين بيسوون شيء التيم الرابع ابو عابد هري جيمنج وتشوبرز يا عمري على التيم وورك والتيم الخامس ابو فله وابو فيو هذول كانوا مزارفين جو قن يا جماعه انتوا ايش تسوون هنا روحوا مكانكم ممنوع روحوا مكانكم روحوا مكانكم يا اخي رسمتنا هذه ولد عجبتكم الرسمه يا ولد والله ابداع تعالوا المربع اللي هنا وابدوا والله العظيم تستأنفون من البطوله روحوا لا طول لي بالك يا ولد في سياره ببالي برسمها وين مكان هنا مكانكم ابدوا من هنا يلا يا ابو فيروز جاهز سياره ماكينه طبعا الجزء الاول من المقطع كان صاحب افضل رسمه اللي هي اللابتوب اللي ظهر امامكم المقطع ما قصرت وصل فوق 3 مليون واللي ما شافه يروح يشوفه المقطع هذا والله ما ادري لكن متحمس مره اشوف ايش بيسوون طيب 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 قاعد اشوف الان احمد شو قاعد يسوي مربعات ايش قاعد يسوي احمد الظاهر بيسوون حاجه متعلقه بفيفا ما ادري كذا عندي احساس بعمر واحمد وطرباخ يا ريس شوف شوف الباب ورا نسوي باب ايش ذا باب ها هذه الزاويه 90 هنا اوه حلو حلو صح خلنا بسوي في عمود هنا ولا ما يمدينا نسوي عمود دقيقه شوف طب شوف الابعاد صح ولا لا ابعاد ايش يعني الكورنر اليمين نفس مسافه الكورنر اللي زار والله من الضياع اقسم بالله هذول ضايعين يا جماعه طاوله يلا ندور طاوله دقيقه اكتب البحث اكتب البحث تيبل تيبل ما طلع التيبل ما اعرف انا كنترول يا اخي شلون شنو شلون اسوي كل شيء انا كل شيء عليك انا المهندس انت المقاول الكيبورد روح الكيبورد الحين جايبني يعني تبغاني اسوي كل شيء سبحان الله انا المهندس انت المقاول وخر بس تيبل ما في كتبت دقيقه هذا حديد عادي ايه عط حديد شلون نكسره ده يتكسر بالجوال تكسرون بالجوال هسه واحد طلع الجوال واضغط اكس اضغط اكس زر اليمين زر اليمين عليه شغلك يلا يلا صح صح لا تلقف اوكي اوكي يلا يلا وش راح يكتب بالعنوان اللي راح تبنوه راح اشتري لكم يا جماعه راح نبني به اذا ما شرى هذا عنوان كذاب هذا عنوان قاعد يستغلكم فيه يا ساتر يا ساتر يا ساتر هذا الدور زين لازم الدرج يا ولد يكون درج خرافي كذا يا ولد دورت فيها ذهب والله العظيم الزمن ذهب الزمن انا ودي اكتب ال 6 بي كيف اكتب له 6 بي عشان يتخرفن والله انا في بالي تدري قسم برب الكعبه لا يتخرفن والله انها في بالي من اول اقول والله يبينا نخرفن على طول ايش اقول لك اشتري لنا بالصدق يمكن اسهل لو نبني بنايه عاديه بس عادي خلي احنا نكون عندنا ستايل ايوه نبغى يطلع شيء كشخه طيب قلنا سياره بالاخير السياره ولا طياره ترك انا بهذه اقدر اسوي اوكي خلاص يلا طياره قدام طبعا الكل قاعد يرسم والكل قاعد يسوي شيء مع الاثنين ذولي خلنا نخليه حق جيمنج احمر يلا حق جيمنج احمر روح روح يا رب وطبعا يا جماعه في حاجه مهمه هذه بديهيه مستحيل انك ترسم لي بيت ولا ترسم لي حاجه مره ضخمه تبيني اشتريها لك بالعقل يعني اشياء معقوله واو بداوا يشتغلون بداوا يشتغلون الاثنين ذولي بداوا يشتغلون يرقص يا عيال عزيز دقيقه يا عيال ارقص ابن حلال اخلص والله بالغلط طيب احذفي بنيت كذا ها يدور ذي ايوه اخيرا ما شلتها انت الحين ما شلتها يا ابن حلال شيلها شيلها ما ياخذ ايوه خلاص اخيرا اخيرا يلا جيب عمي كسر هذا كسر هذا ترى عند اللي في مدرجات تقدر تبني ملعب من هذا ساعدتهم ساعدتهم ايش انفنتري سوحات ممنوع قال اما يعني والله مسموح مسموح الاستعانه بالديكور عشان التزيين عادي حط ملعب جاهز عادي اللي قدامي هذه دقيقه الحين اطلع اوريك اياها الحين ملعب شلون جاي بالعرض ولا بالطول مربع ها لا اسمع شفت ترى الباب مين متوازن ما كسرته انت الباب ما ضبطناه باب زين الباب اوكي حلو فنحاول نضبط الباب الحين
طب جيب طرباخ طرباخ كسر البيبان وجيب بيبان حقيقي. طيب حطيت رجل انا بس كيف حطيت لكم اشياء وراكم ممكن تساعدكم بالتصاميم. الله عليك شكرا على يلا 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 خلينا ندور. ولا شيء الوحيدين اللي قاعد اساعدهم يا قليل الحياه يا عزيز. انا من وراكم من اليوم قاعد احذف لكم الاغراض وانتم قاعدين تتفرجون. كفو ما انتبهنا. على فكره تقدرون تستخدمون الاشياء. شوفوا لي رميت العزيز وتشوبر اشياء يستخدمونها في رسمته. اصبر اصبر ما عليك معك انا اضبط. ترى حقتنا والله ضبطناها يا عيال. ما عليك بجيب لكم ارضيات. اي ارضيات وخ... حلو حلو اسمع شف 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 في عشب خذ هذا. ايوه يعني لا هذا كره قدم امريكيه غالي. اصبر 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 خذ هذا. هذا ملعب هذا ملعب هذا ملعب هذا 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 دقيقه دقيقه خلنا نكبره كذا. ايوه خذ ملعب كامل هذا نص ملعب وهذا اكمل نص ثاني. طب كيف احطه يا اخي؟ فرنتشر يعني خليه ملعب مقفل ولا خلاص كذا يكفي؟ زي ما ادور شيء تسوي سوي اي شيء تقدر تسوي سوي. ايش تبي ايش تبي ايش جاب هذا؟ ايش تبي هذا؟ لو سمحت اطلع. اي 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 قاعد اشرف على الموضوع ايش تسوون؟ لا لا لو سمحت شوف بعد ما تخلص لو سمحت يلا راح تدفع كثير. خلينا نشوف راح نسحب غرض حبيبي. خلينا نشوف خلينا نشوف بشوف نحكم. جاهز حالك. شوف 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 شيك لي على ذي الحركة. ها لا دقيقة شيك لي على على ذي الحركة. ها هوبا لا مايل تكفى تكفى لا تصعدي. شو تسوي هذا 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 وحد الدنيا. شوف الإقزاز يا حبيبي والله مرة مرة بقزاز. طب اصبر باقي باقي اضيف اشياء داخل يا الله يهديك يا ركا باقي اضيف اشياء داخل. يلا 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 تسوي كذا عرفت؟ ما ادري ايش قاعدين يسوون. بعدين تحطها هنا كذا. احمد احمد موجود احمد موجود يراقب احمد موجود. اسالك بالله كيف اللدات يا احمد كيف اللدات؟ كملوا 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 ترى شغلكم طيب كملوا. يلا 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 الالوان الاصوات والله طولت مره في الدرانه. السقف نشوف والله انا طولت بالسقف. السقف والله صعب. اسمع انت تحس انها بتطلع طياره. اهم شيء اهم شيء الفكره يعني مو شرط تطلع بالضبط نفسها. اهم شيء تبان انه نبغى طياره. في بيانو تحت الله يفرح العدو. تسمع الصوت؟ صرت دقيقه دقيقه هذا لا لا تضحك قص والله انه حلوه. شوف هذه علي علي هذه علي. طيب يا اخوان الى الان وصلنا الى منتصف الوقت واللي قاعد اشوفه قدامي ابو عابد جاب العيد عزيز. انا الحبيبي ايش سويت يا عزيز؟ من اللي بنيتها؟ انت اللي بنيتها يا حمار. والله والله ما بنيتها. احمد الفله مسوي فله والله العظيم ما بنيتها واني صورتها من جيتي وانت ترميها اوريك. لا افضحك والله لا افضحك. تعال 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 احمد والله مستر عليك لا افضحك. والله ترى ماشي صح. تعال تعال معي تركز معي تكفى يا عزيز. طيب يا اخوان الان مر تقريبا منتصف الوقت والى الان اللي قاعد اشوفه يؤدي فريق احمد شو ابو عمر وطرباخ وايضا عندنا فريق ابو فله وفيروز قاعدين يسوون عاده رهيبه وهذولي ما وراهم رسم والله العظيم. برضو زيد ومثلك ما ادري ايش قاعدين يسوون بنوا ثم وقفوا فشكلهم قاعدين ياسسون الى الان ما خلصوا. عندنا ايم الارض وخشب ما ادري وش داخل لكنهم واضح قاعدين يسوون حاجه الى الان ما هي واضحه لي. طب ارجع 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 اسمع اسمع انت اشتغل يا ولد انت ضبط انت ضبط على اخرب وارجع ما عليك على عد. اسمع اسمع انت اشتغل يا ولد انت ضبط انت ضبط على اخرب استدعاء اداري ابو فيروز استدعاء اداري اطلع لي قدام الباب الان اطلع لي قدام الباب ابو فيروز الان لا اسمعني اسمعني انت انت فاهم غلط اسمعني يا ابو فيروز خليك خليك انطر خليك دخل البيت خليك فاهم اياه اسمعني اسمعني اسمع امزح ابو جين هو غلط هو كان شاب وجاهل واخطا واخطا حتى اخطيت اخطيت صح؟ اي انا اسف طيب راح ارجع الفريق الثاني اتاكد روتيت انا ودي بس ايش رايك جابك الله جابك الله شلون شلون اسوي ريسايز
مالك 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 ثواني. اول شيء انتوا في حاجه ما تدروا عنها يا الضعاف، ان في فريق قاعد يخرب عليكم وياخذ من البنيات حقتكم، لكن الحمد لله ربي حط حكم الحمد لله. منهم ذولا بالله؟ فريق ابو فلق وفيروز، فعندكم القرار كيف ياخذون. شوف بنايتك والله كسروا. ليه كذا؟ ليه وين بخرب عليهم؟ هذاك بيتهم قدام، تبي تقتص منهم وبراحتك. وين اي بيت اللي قدامكم؟ فيروز ده انا ما لي دخل. يا مسلم هي هي لا احس ما سوى شيء والله. احس ما سوى شيء. خرب بيننا شوف. تعال والله انا تشوف بشره هي خلاص الحق ابو عابد بحق. تشوف بشره لا وقف وخلاص يا حبيبي يخربون علينا. اي حلو وجهي عليك يا شم. وقف وخلاص خلاص خلاص وقف راح شغلنا كامل. تعبنا راح يا اخي. يا اخي والله ذا حقود ذا، وش اللي حط علينا كذا؟ اسمعني كمل الشغل. اسمع خلينا نكمل الشغل. صدقني اول ما يخلصوا شغلهم لا اخرب عليهم. قاعد اسمعك. ايش قاعد يسمع؟ لا اله الا نحن لا نرضى بالظلم. كمل. نحن لا نرضى بالظلم. ان الفساد والعياذ بالله من اسوأ الاشياء. وقف فوق بيتكم. القانون موجود، احنا ما احنا بغابه، القانون موجود. ابو شاي راح ياخذ حقنا، احمد شوق الذيب راح ياخذ. كل شيء مسجل الى الان، كل شيء مسجل. يلا قيلها وزنيه يا اخي صعبه. شوف لي رمى نيزك. مين رمى نيزك؟ ها متأكد من هذا؟ من يدري ان انا صح؟ من رمى نيزك؟ عزيز. من رمى؟ ابي احط ديكور ما دريت والله. يلا ترى ما بقى الا خمس دقائق، حاولوا تستعجلون. خلصنا باقي اخر لمسه. يلا خمس دقائق حاولوا تستعجلون. الارضيه حقنا. يلا ها خلاص. وشو يلا؟ ايوه الجهه الثانيه يلا. جهة ثانية بس دقيقة لازم اسوي روتيت. خمس دقائق حاولوا تستعجلون. خلاص احنا بس الحين لمسات بس. يلا. خلنا ابني نخرب عليهم. لا اصبر اسمع ايوه. شوف دعست انا. شفني سويت. شوف الموم ريوز. لا خلي عشان خلي. لا يا بزر لا مو كذا. اسكت اصبر. لا راح لمهم. راح الملعب. جه راح الملعب عليك. مو عندنا. سري. لا خلاص ظبطناه. يلا انتوا وش قاعدين تسوون هناك؟ خلصنا وما عاد عندنا شغل. انتوا قاعدين تملون العالم عشان يفلل على الباقيين صح؟ مو بصحيح. لا وش حركات البربسه ذي؟ انا اعرفها زين. ابو عابد لا خلصت. ابو عابد عزيز انتوا متزوجين عندكم عيال، ايش قاعدين تسوون؟ يلعن شكلكم. قاعدين تخربون. خلصنا يا ولد. انا تشوفني اسوي شيء يا شونك؟ انا واقف. خلاص انكسر كل اللي بنيته يا باي. اي قسما بالله الكعبه ما سويت شيء. تعالوا عند بنايتكم. الظلم ظلمات. تعالوا عند بنايتكم انا عندها. تعالوا. بسم الله. اول شيء تجاهل الاشياء اللي حول انا راح امشي على كلامكم كانكم مرشدين سياحيين وتوروني رسمتكم. سلموني من وين ابدا من منطقتي هذه؟ اول شيء قبل لا تبدا لازم نعطيك مقدمه. تفضل. انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا وعزيز نحب الموسيقى من يومنا الصغار. ممتاز. نتذوق يعني نحب الموسيقى مره. جميع الوان الموسيقى. نعم. من شيلات واغاني اجنبيه وكل الفن. فكرنا كل الناس يسوون لابتوب وجوال وما ادري وش. لا لان يعني انا وعزيز يعني نحب الموسيقى. قررنا نسوي ايش تسوون؟ بيانو وطاوله. لا 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 لحظه اتحداك تعرف وش سوينا. اطلع بس. واضح ولا نشرح لك؟ تحتاج شرح صح؟ طيب تعال ابو عابد تفضل. اوكي طحتنا. اتمنى تطلعون فوق وتفهموني هذا كيف صار بيانو. هذا كيف صار بيانو اللي فيه هنا 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 لحظه هنا الكريتيفيتي. حلو. الكريتيفيتي انك تفكر خارج الصندوق. عمرك شفت بيانو يبنى بالحجم هذا؟ لا هذا بيانو في العراء. طيب ابعطيكم عرض. اسمعني تقدر تسوي بيانو. ابعطيكم عرض اقسم بالله العرض مو بعند ولا بن امه فيهم.
لكم انتم لكم اول ناس خلاص خلصتوا. عندكم المعزوفة الموسيقية اللي تتكلمون عنها هذه، ابيك انت وابو عابد تعزفوا لي اي حاجة ممكن تنفع انها تكون موسيقى، اذا ضبطت راح تكونون انتم المركز الاول وراح يجيكم البيانو اللي عندكم، راح يكون مقطع مصور كامل البيانو يوصل لبيت كل واحد فيكم. شنك يعني احنا نعرف للبيانو الحقيقي اللي بالالعاب هذا ما نعرف له. وريني، حاول امشي على الموسيقى، طلع لي اي نغمة. خلاص لو سمحت اتركنا نجتمع انا وعزيز و... يلا برجع لكم، برجع لكم بعد دقيقتين. نعم برجع لكم بعد. نعم تعال 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 تعال، وش نسوي بسرعة؟ نبي معزوفة. عارف انا اصبر في كذا اللي تعرف انت اللي افتح اليوتيوب معزوفة سهلة نسويها جنب بعض كذا. طيب اوكي زيد مثلك خلصتوا؟ ايه خلصنا. طيب. حابين اني انا اكتشف الشيء ولا بتشرحون لي اياه؟ لا لا نبغاك تكتشفه انت، اذا ما اكتشفته بنشرح. لا لا طيب اوكي هذه رسمتكم. طيب يلا. انا اشوف انا سياره. طيب تقدر تقرب وتدخل جوا تشوف؟ طيب لا ما راح احكم من اول نظره، خلني اشوف. خلني نظرات ادخل من ورا اشوف من هنا المدخل. لا قفلنا. مشكاه حقت الزرع، تبيعون زرع؟ لا لا القر. طيب مو مشكله. هل هذا صاروخ؟ هذا لا. سمكه قرش؟ لا لا هو قريب من الصاروخ. قرات بس انه بدل ما يصير الناس ينقل الناس. طياره؟ هذا أيوة. طياره؟ ايوه هذه طياره الحين. ايوه اجنحه. طيب متعوب عليها ترى والله. انا ما ادري على البيانو اللي على يميني ولا على الطياره اللي من الحاويات هذه. ما ادري. لا اله الا الله. طياره على عيني وراسي بس داخلها زرع. ايش تنقل؟ ايش بالضبط؟ تعال معي مهجوره قديمه اخي. تعال هذه احمد طياره نقل ركاب. طاحت وتحطمت ومر عليها تقريبا 200 سنه فهمت، وهي في الارض. فطلع عليها العشب وغزتها الطبيعه. والله اني كنت متفائل فيكم في البدايه، لكن على هذه الرسمه التقييم بيجيكم بالنهايه. بسم الله اللي بعد. لا انا ام القهر. طيب خشب اي من الارض، خلصوا الوقت، جاهزين؟ حياك الله جاهزين. بسم الله. تبوني اكتف ولا بتشرحوا لي؟ اكيد بشرح لك استاذ احمد. يلا انا عندكم. بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء سمي بالله واذكر ربك استاذ احمد. الان انا في حاجه لفتتني شوي هنا ترى. انا طيب اشوف طبعا الان قدامك استاذ احمد بسبب الوقت الضيق يعني شوي ما قدرنا نبني البي سي هذا اللي قدامك بشكل يعني مرتب. طبعا هذا البي سي خاص بنسخه اس اكس بي زي ما تشوف هنا. هذا اسمه بي سي الان. هذا بي صحيح. هذا هذا يعني. هذا بي سي. شوف كيف داخل الدات يا اخوان. انتم ما انتم فاهمين الفعاليه افضل رسمه اشتريها لك. انتم قاعدين تسوون ازبل رسمه والله حرام عليكم والله. يا اخي شايف حركة كذا؟ ملعب في احد مشتري ملعب؟ على الاقل ابدعوا، على الاقل ابدعوا سووا شيء والله. لو بقيمكم والله حتى ودي اقيمكم على الاس اكس بي بس البي كان 8. اصبر تعال اصبر. في شيء؟ وش ذا البي سي اللي كله مواصير؟ انا بقول لك المواصير هذه سلمك الله، هذا مبرد مائي رجع. ايه التبريد المائي هذا استاذ احمد لازم تعرفها. طيب والاسود هذا، هذا المذر بوت وال هذا المذر بوت وسلمك الله الابيض اللي ورا ذيك هذا السي بي يو. فالله يطول بعمرك. هذه التفاصيل واللي على اليسار. اصبر اللي على اليسار هذا اللي هنا برضه في شيء مره مهم لازم تعرفه. هذا الشيء شوف الجودة النظافه يعني مستحيل يعني تهمنا مره فهمت. تعال خش احمد تعال خش معي. اللي هنا الابيض تشوف اللي هنا اللي قاعد تسويها الحين. ايوه لا مو باللي اسويها، ما ادري زبده هذه الاشياء البيضاء اللي هنا. هذه الرامات استاذ الرامات البي سي داخله 120. انا اذا بقيم اقسم بالله ما بقيم برسمه للاس اكس بي والله العظيم والله. قوم ما تسالون تقييم حتى كف. يلا منك انت وياه. يلا يا اخي دقيقه احمد ابو فله انتهى الوقت. هلا موجود تو جاهزين؟ جاهزين الله وكيلك. عندنا ناس تخرب. لا ان شاء الله انا موجود. مستحيل احد يخرب. انا عند الباب برا انتظركم تقولوا لي ادخل. جاهزين؟ تو ما نور البيت. بسم الله. طيب اللي اشوفه قدامي يا بيت مرحبا. مع حديقه مع ديكوريشن ممتاز. انا اشكركم على اجتهادكم بالتفاصيل. ادخل جوا واشوف. حبيبي والله. بس بيعجبك. تعال الباب تحلى. بسم الله يمين رجلك اليمين بسم الله. شوف يعني لك على الديكور شويه لان يعني احنا من النوع اللي طويلين بال عرفت ناخذ وقتنا بس يعني المقصد يعني يكون سيت اب هنا لي وسيت اب هنا لابو فيروز. جميل. هذه الصاله يعني هذه الصاله الان. ايوه يعني الصاله الخفيفه ما يعني درب يعني حتى شوف الكنب نوعه من الرخيص يعني بس يعني نبي اشياء خفيفه. ممتاز. تفاصيلكم ممتاز. هنا تعال شوف يقطع
احمد كامل ما عليك ما عليك لا تطالع لا 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 ما عليك يا رجل يا مسلم يا مسلم ما عليك يا مسلم خمني شوف يا رجل هذا ديكور حمام غرفة تفكير غرفة تفكير غرفة تفكير حمام شكل فوق ابو فيروز صح ايش عندنا هنا هنا عندنا الكراج غرفة فاضية ثانية هذه غرفة الكتابة كتابة السيناريو اها بدون كرسي على الواقع في كتابة اي على الواقع عشان يركز اكثر ممتاز ممتاز طيب مو مشكلة ايش عندنا هنا من النوع هنا من هنا من النوع اللي نحب الحركة شوفوا خيخ خيخ الدرج تحسب لك أيضا شوف شوف احنا من النوع اللي ما نحب نروح النادي عرفت هذه نقطة هذه نقطة حبيبي جاوب 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 انا قريت حاجة هنا هل انتم حطيتوها؟ شو وين وين وين؟ اللي هنا إذا أنتوا حطيتوها بتقلب موازين الدنيا كاملة. إيه أنا. هذه ما اللي حط هذه؟ أكيد. أنا حاطها. أنتوا حاطينها؟ إيه هذا هذا هذا. أقسم بالله بونس من عندي يجيكم أنتوا فقط لأنكم اجتهدتوا بالشيء هذا. يا الله يعطيك ألف عافية والله كان ودنا نحطها ب. أنا حطيتها بالباب بالباب. أنا ما بنحطها بالباب. يعني أنتوا حطيتوها؟ إيه نعم حطيتها بس جاء ذاك مساحة. أبو فلة ناظر عيني بعينك أبو فلة. حطيتها بالغلط اسف اسف دي ابو فلة حطيتها ناظر فيني ابو فيروز احنا اللي حاطينها صح اي انا حطيتها نعم بس صحيح ايه انا واثق بابو فيروز 100% احنا حاطينها اس اكس بي افضل كود بالعالم لا تخليني اشتري لك بيت كامل يا ابو فلة الله يخليك انت اي واحد انا اقولها واحد يستخدم كودي شيك كودي يستخدم اس اكس بي ابو فلة لا تخليني اخنك اكسر ام المقطع افضل كود بالتاريخ الله اكبر الله اكبر بيت حرام يا رب والديك تكفى الله اكبر يا رب افضل كود طيب التقييم بيجيكم بالنهايه باقي اخر واحد الان بيجيكم خلصتوا شباب معزوفتكم نعم 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 خلصنا انا قدامكم الان قررنا انه انا اعزف وعزيز يغني يلا بسم الله تعال يلا روح بس لحظه لحظه لازم يعني نشعر يعني تدخل بحواسك كلها معنا انا بدخل معاكم كل ما اقدر كل حاجه بدخل أي. اول شيء يعني كذا تحاول الاحساس بالموسيقى لازم تغمض عينك انا الان نعم. كلي معاكم روح واه لو برا حبك عظامي آه لو تعدى بغرامي صرت في حبك مثال والهوى نارو قوية والهوى نارو قوية سلامتكم لا 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 شرها علي أنا اللي جاي يوتيوبر وش ما في أي شرها علي اللي جاي يدعمون الفاشل حتى ينجح المتسابق هنا خلينا انتهى الوقت الان ما عاد عندكم اي شيء تعدونه بسرعه سويت انا عاد تنازلي عندكم تعزون طيب وين مكانكم مين يشرح يا عيال ها احنا اخر شيء صار طيب بسم الله انا عندكم السلام عليكم ورحمه الله الفريق اهلا وسهلا لازم اقول كلمه حق ايه ايه الشيء اللي سويتوه يعتبر اسطوري لكن والله ولكن ولكن ايوه ليش الملعب ازرق قدامي لا مو ازرق اطلع ادخل اطلع اطلع ادخل لا لا باك تو هاب بعد ما يرجع لا لا ما ايه؟ طيب بعتبره اخضر بعتبره اخضر مو مشكله هو اخضر والله لا لا ما في لا اخضر قبل شيء كل جواب ابيض ازرق اطلع خش اطلع ادخل اطلع بالنسبه ايه؟ لتصميمكم على على المنطقه كامله من ناحيه كراسي من ناحيه مرمى اعلام اهتمامكم بالتفاصيل سيارات بالزوايا الاناره مع انها طافيه الاضاءات اللي خلف المرمى أقيمها بدون مجاملة 8.5/10 بس أحمد أحمد حطوا بالكم ما أخذ التقييم هذا الله يحفظ هذولي ما عليكم أحمد أحمد خشب ما عليكم ما عليكم ما عليكم ما عليكم ما عليكم منهم هذولي بينهم بين فلوك تاتش خلوهم على جنب مستبعدين طيب بالنسبة لاختياركم لنوع المدرج إنه طوب ما توفقت وكان في إمكانية لا لا اصبر اصبر في وجهة نظر في وجهة نظر أي في وجهة نظر دمج ما بين المستقبل والماضي بين الماضي والحاضر طيب إيه؟ سؤال السيارات اللي فوق إيه؟ وش سببها وهدفها جوائز الله يسلمك جوائز ايه عرفت ايه طيب 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 العموم بجمع فوق انا بقول لكم هلا احمد تعال تعال احمد احمد اسمع اسمع اطالب بعدم الفشل في التقييم اللي ترجع تشوف مره ثانيه يمكنك ما انتبهت زين اوه يا زيد لو انكم وريني هذه البدايه اول شيء ذكرنا نقطه ان الاشياء اللي تبنونها ممنوع تكون جاهزه وممنوع انكم تسرقون من بعض بعد الاجتماع مع النفس ودراسه الموضوع يفوز بلقب
أسوأ رسمة معانا اليوم راكان وخشب. تحية يستاهلون. رسمين خرابيط. المركز اللي بعده من تحت بأكثر رسمة سوالف المركز قبل الأخير. نذيك وزيد ألف الأخير قدامك. باقي عندنا فريق أبو فلة وفريق أحمد شو وأبو عمر وطرباخ وفريق عزيز وشوبر. عزيز وشوبر. عزيز وعزيز وبعض. طيب الآن حصلت تداخلات بين فريقين. فريق أبو فلة وفيروز ضد عزيز وأبو عابد. هدوء. وبدأ فيها بعد مراجعة الفار أبو فيروز بأخذ ثلاث مربعات من رسمة أبو عابد ومين وعزيز. هل تعترف أبو فيروز إنك بديت عليهم؟ نعم أنا أخطيت ولكن اعتذرت وجاني ذا حذف علي مبنى كامل يا طويل العمر. موت الكرامة بسبب الخطأ المشترك بين الطرفين. مشترك السهلاوي. خصم. مو مشترك لا. راح يتم خصم. ثلاث نقاط. حسن قول حسن. راح يتم خصم. عطنا زيكسبير. عطيك كودك يا رجل. بينما لم يتم خصم اي نقطه من ابو فله وتويتش ابو فيروز. حكم المحكمه من الجميع انهم الصمت ابلع عشان ابو فله مشتركين اكثر يعني من نام. ارجع ورا. هذه محزنه. انا طيب اصبر للنهايه. اصبر للنهايه. تبقى عندنا المركز الاول والثاني. بسم الله لهند بين فريق أبو فلة وأبو فيروز وأحمد شو وطرباخ وأبو عمر. ويحتل المركز الأول بدون أي منازعة فريق أفضل الكرة العظيم الملعب علي سار. ألف مبروك أحمد شو دقيقة في حاجة. احنا اتفقنا انك ترسم لي حاجة معقولة. انا ما بشتري لك ملعب ملك فهد الله يعطيك العافية. انت رسم لي ملعب كامل. انا حتى مين ميزانيتنا كلنا واحنا مجتمعين كل الشباب اللي موجودين الان. الله يعطيكم العافية على الجمعة الطيبة هذه. اشكركم من اعماق قلبي وما قصرتوا. يعطيك العافية على الجمعة الحلوة ذي. واستمتعنا والله معكم كلكم. الله يسعدكم. قنوات الشباب تاعها تقصرون معاهم. لا تنسون في الختام صلوا على نبينا محمد والى اللقاء. مع السلامة.